الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة والغربة قبل ما تتجوز بقى، خلينا نتكلم في قبل ما تتجوز عشان الجواز ده ليه قصة تانية. فقبل ما تتجوز كانت الدنيا صعبة أعتقد يا تريزيجيه. جدا. قبل الجواز طبعا الموضوع كان صعب شوية. كان محمد أخويا معايا، كان عايش معايا، محمد أخويا كان معايا على طول في الاحتراف، ما كانش بيسيبني لحد طبعا لما ربنا رزقني طبعا بالإنسانة اللي أنا حبيتها في حياتي، والإنسانة اللي سبب يعني أنا كان نفسي من أول ما طلعت إن أنا أحترف في الدوري الإنجليزي، فما كانتش عايزة تيجي خالص. أنا عمال أعافر في كل حاجة إن أنا أروح، وما كنتش عارف اروح خالص. فكانت هي وش السعادة عليا بعد جوازنا على طول ب3 شهور. الحمد لله ربنا وفقني وقدرت احقق حلمي، وان شاء الله يعني ربنا يبارك فيها يا رب. ومشكله كمان ان احنا في البيت في تحديات تانية، ان هي مراتي سوفت وير انجينير، يعني مهندسه كبيره وكده. في تحدي بقى مين فينا اللي هيبقى احسن، بس هي مسابقاني شويه، بس انا بحاول والله. بجد يعني حاجه جميله جدا. يعني هي في شغلها يعني هي ما شاء الله يعني احسن مني في الكوره كمان. انت لازم تقول كده عشان تعرف تروح. لا دي حقيقه والله، لا خالص والله دي حقيقه. حاجه افتخر بيها يعني ان يعني مراتي، ان هي حاجه واجهه ليا مشرفه بعيد عن اي حاجه. انا مش بتاع اللي هو بقول كده وخلاص، لا خالص. لا الست الحقيقه بيبقى ما بيبقى وشها حلو على الراجل بتبقى حاجه جميله جدا، خصوصا لو كنت بتحبها وقصه حب. اللي انا عارفه يعني ان هي قصه حب كبيره جدا بينك وبين بعض. جدا الحمد لله، وربنا رزقني بيزن طبعا، كان وش السعادة عليا برضو. يزن عنده قد ايه دلوقتي؟ يزن عنده سنتين دلوقتي، دخل سنتين ما شاء الله. ان شاء الله بسم الله ما شاء الحمد الله. كان كلهم وش السعادة عليا طبعا بفضل دعوه امي واهلي. اللي انا فيه ده ما يعني ما اقدرش اوصل له بجد، عشان الناس دي تعبت معايا جدا، سواء اخويا الكبير احمد اللي كان بياخدني من وانا صغير ومشوار طويل قضاه معايا، ومحمد اخويا بيكمله، اخواتي البنات.